بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موضوعنا النهارده عن البروريتس في عيانين الكوليستيزيس. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا هيباتوبيلياري ديزيزز كتيره اسوشيتد ويز بروريتس. اي اوبستراكشن بيحصل على مستوى السمول بيلياري كانال كيوراي زي الانترا هيباتيك كوليستيزيس وبريجنانسي، او المستوى السمول بايل داكت زي البرايمري بيلياري كولانجايتس، او حتى اللارج داكت زي اي اوبستراكشن كلنا عارفينه بيؤدي الى كوليستيزيس. البروريتس يعتبر حاجة من الكومون اسوشيشن مع الحالات دي بنسبة قد تصل ل 80%، وهنلاقي ان الحالات دي ما فيهاش برايمري سكين ليجنز، وان مشكلة البروريتس ان هو بيأثر على الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان. تلاقي ممكن العيان مش قادر ينام، في حالات كتيرة ممكن تصل الى مراحل السويسايدال تندنسي، لدرجة ان محطوط من ضمن الانديكيشنز اوف ليفر ترانسبلانتيشن الانتراكتابل بروريتس اللي احنا مش قادرين نتحكم فيه. مينلي الحالات دي هتلاقي ان البرويتس افكت البالمز اوف ذا هاند والسولز اوف ذا فوت، وتلاقي في حاجه ان كاركترستيك ليه ان ليه دايورنال فاريشن، يعني بيزيد اكتر بالليل. دي ستادي معموله من حوالي 30 سنه بتوري لك ان ليه دايورنال فاريشن، ان هو اكتر بريدومينانت ات ذا ايفنينج. طب الباثوجينيسيس جه منين؟ بدانا ندور على الموضوع ده لما اكتشفوا ان في حاجه اسمها اتش ريسبتورز، ودي كانت فكره جديده. الاتش ريسبتورز دي كانت فكره جديده، هي عباره عن انمايلينيتد نيرف فايبر بيحصل لها ستيميليشن بحاجات كتير، من ضمنها مثلا اللانج هاند سيلز، بعض الاميون موديوليتورز، بعض النيوروبيبتايد. اول ما يحصل ستيميليشن للنيرف فايبرز دي بتنقل الاشاره للدورسال روت جانجليون. الدورسال روت جانجليون بعد كده بتاخد الاشاره توديها لسيرتن برين نيوكلياي معروفه موجوده في البرين. هي فكره جديده ان اكتشفوا موضوع الاتش ريسبتورز، وان ليها حاجات كتيره بتعمل لها ستيميوليشن. الاستيميوليشن دي اللي هتعمل الحاجات اللي هتعمل ستيميوليشن للاتش ريسبتورز بنسميها ايه؟ بوتنشال بروجيتيك سبستانس. دول ليهم اسماء كتيره بتعلى كل السيستميك ديزيزز، لكن الحالات بتاعت الكوليستيزيس هم دول اللي اليوم بيعملوا اكثر في حالات الكوليستيزيس. النيرف فايبرز دي اللي بيعملها ستيميليشن، كل واحد من دول ليه ريسبتور مختلف، ودي كانت فكره جديده منشوره في النيتشر السنه دي في شهر 4/2023. هننتقل لنقطه تاني وهي الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. كلنا عارفين ان الليفر بيصنع حاجات بتصل للانتستين، وبعد كده الانتستين دي بتعمل ابزوربشن للحاجات دي تاني وترجعها للليفر، وان السيركل دي كلوز لدرجه ان كل الحاجات دي مش هنلاقيها في البريفرال بلاد. لكن ايه اللي بيحصل في حالات الكوليستيزيس؟ اللي بيحصل ان في اوبستراكشن موجود، فكل اللي يعني مش قادر السبستنس اللي موجوده بتبقى اكسكريتد من الليفر وهي نازله للانتيرو هيباتيك سيركيوليشن اتقفلت، فبتلاقي ان بيحصل اكوميوليشن، وان الاكوميوليشن ده بنلاقي جزء منه بيصل الى البريفرال سيركيوليشن لما بنيجي ندور عليه. في استاذه مشهوره خالص بيقول لك ان احنا لما عملنا دايفيرشن للانتيرو هيباتيك سيركيوليشن حصل ريليف للكوليستاتيك برايتس. يعني ايه دايفيرشن؟ يعني هو خد البايل اللي جاي من الليفر ده وطلعه بره. طلعه بره ازاي؟ الفكره اللي هي النيزو جاستريك تيوب، النيزو بيلياري تيوب. النيزو بيلياري تيوب بتاخد كل البايل اللي موجود بتتركب في السي بي دي وتاخد كل البايل وتطلعه بره. النقطة المهمة في الاستادي دي ان لما كان العيانين عندهم بروريتس اول ما ركبوا النيزو بيلياري تيوب اكتشفوا ان البروريتس ده اختفى تماما، وطول ما هي راكبة العيان ما بيبرش. اول ما شالوا النيزو بيلياري تيوب ايه اللي حصل؟ البروريتس رجع تاني على طول. يبقى نستفيد ايه من التجربة دي؟ ان كده في مادة موجودة بتبقى اكسكريتد في البايل هي المسؤولة عن ان العيان يكون عنده اتشنج، ودي معلومة مهمة. نيجي لاستادي تانية استخدموا فيها الالبيومين دياليسيس اللي هو جهاز المارس. ده عباره عن جهاز عامل زي جهاز الغسيل بيمر باربع مراحل بيعمل فلتريشن للبلاط. لما جابوا العيانين دول قعدوا يتابعوهم 15 يوم قبل ما يحطوهم على الجهاز، العيانين عندهم سيفير اتشنج مش مستجيب على اي ادويه. اول ما وصلوهم على جهاز الدياليسيس ده اللي هو المارس اكتشفوا ان العيانين حصل دراماتيك ريسبونس، وان العيانين كلهم اختفى منهم البروريتس، بالعكس ده كمان استمر لفتره قد تصل الى 90 يوم. يبقى اكتشفنا ايه تاني من الملاحظه دي؟ ان احنا عندنا ماده موجوده في البيلياري، وان الماده دي موجوده كمان في السيستميك سيركيوليشن، وانا لما عملت لها فلتريشن العيانين دول اختفى منهم البروريتس. بداوا يدوروا على الماده دي. هنفترض ان الماده دي احنا هنسميها سبستانس اكس، احنا مش عارفين ايه هو، لسه هندور عليه.
ازاي الماده دي بتعمل استيميوليشن للنيرف فايبر؟ قال لك والله حاجه من اثنين، يا اما الماده دي هي اللي بتعمل دايركت استيميوليشن للريسبتورز وهي اللي بتحفز الاتشنج، يا اما الماده دي بتعمل الدايركت ان هي تحفز حاجه زي الماست سيل، ان الماست سيل تفرز السبستانس بتاعها زي الهيستامين والحاجات دي وهي المسؤوله عن الاتشنج. يبقى احنا لسه بندور على الماده دي، ودي هي اللي احنا هنسميها البروتوجينيك سبستانس. بعد ابحاث كتير اكتشفوا اسم الماده، الماده دي هي ايه؟ اللايزوفوسفاتيديك اسيد، وده يعتبر واحد من اهم الاكتشافات اللي اتعملت في 2010. اللايزوفوسفاتيديك اسيد، اللايزوفوسفاتيديك اسيد ده بيجي منين؟ اكتشفوا ان هو بيجي من اللايزوفوسفاتيديك اسيد بيجي من اللايزوفوسفاتيدايل كولين، بعد ما نشيل الكولين جروب عن طريق انزيم اسمه الاوتوتاكسين. يبقى الاوتوتاكسين بيشيل الكولين ويحفز الماده دي وتطلع اللايزوفوسفاتيديك اسيد وهي المسؤوله عن الكوليستاتيك بروريتس. طب ايه هو الاوتوتاكسين؟ الاوتوتاكسين ده عباره عن انزيم اسمه، هو موجود من تحت اسمه طويل خالص، بيجيب بيصنع اللايزوفوسفاتيديك اسيد عند السايت بتاع الريسبتور بتاعه. اللايزوفوسفاتيديك اسيد ده ماده لغايه عمرها في الدم كله 3 دقائق، يعني انا لو جيت اقيسها مش هعرف اقيسها عشان اخدها في البلاط، بعد ما اعدها من المعمل هتكون الماده دي اتبخرت مش موجوده. فعشان كده الاوتوتاكسين ده هو اللي بيصنع الماده دي وبيصنعها ات ذا سايت اوف ذا ريسبتور، جنب الريسبتور بتاعها بالظبط. هم قالوا طالما الاوتوتاكسين هو اللي بيصنع الماده، انا ممكن اصعب على الماده دي وابدا ادور على مين؟ على الاوتوتاكسين نفسه. لو لقيته هو اللي بيعمل يبقى هو المسؤول عن النقطه دي. بعد برضه ابحاث كتيره في 2017 وصلوا للريسبتور اللي الماده دي بتشتغل عليه، هو اللايزوفوسفاتيديك اسيد ريسبتور، وقال لك في الاخر ان هو بيحفز دخول الكالسيوم عن طريق التو شانلز اللي اساميهم موجوده دي، وهم المسؤولين عن ان الكالسيوم يدخل وان العيان يحصل استيميليشن للاتش ريسبتور ويبدا يحصل الهرش. يبقى احنا هدفنا ان احنا نعرف ايه هو اللايزوفوسفاتيديك اسيد، نعرف ايه هو الاوتوتاكسين. كل الابحاث حاليا بتدور على مين؟ على الاوتوتاكسين ليفل. الاوتوتاكسين هتلاقوا ليه حاجات كتيره خالص. جابوا عيانين هيلسي وعيانين عندهم كوليستاتيك بيشنت مش بس ما عندهمش برورايتس، وعيانين عندهم كوليستيزيس ويز برورايتس. اكتشفوا ان كل العيانين اللي عندهم كوليستيزيس ويز برورايتس الاوتوتاكسين ليفل عالي جدا، يعني معنى كده ان هو بيعلى مع حالات البرورايتس. في استادي تاني مهمه خالص، طب هاتوا كل العيانين اللي بيهرشوا اللي احنا نعرفه، سواء كان عيانين هيلثي كنترول او عيانين عندهم اتوبيك ديرماتايتس اللي عنده سكين بروبلم، او العيانين اللي عندهم هوجكن ديزيز او هوجكن ليمفوما سواء اللي بيهرش او اللي ما بيهرشش منه، العيانين اللي عندهم يورين، كل العيانين اليورينيك، اي عيان يعرف ان هو عنده اتش سواء سيستميك ديزيز او ديرماتولوجيكال ديزيز، جابوهم كلهم وسحبوا الاوتوتاكسين ليفل واكتشفوا اكتشاف مهم ان الاوتوتاكسين بيعلى خالص في عيانين الكوليستاتيك، يعني معنى كده ان هو بيعلى في حالات الكوليستاتيك اتشنج وبيعلى في الكوليستيزيس اللي معاه اتشنج بس، مش اي عيان تاني بيخش هيعلى في الاوتوتاكسين، يبقى هو سبيسيفيك لحالات الكوليستاتيك اتشنج. المعلومه دي مهمه لان بعد كده هيدوروا على ادويه. طب هل هو كل ما يعلى الاتشنج بيزيد؟ اه، ودي معلومه تانيه غريبه، ان كل ما الاوتوتاكسين اللي هو عالي يلاقوا الانتنسيتي بتاعت الاتشنج عاليه في العيانين دول. والكلام ده مش موجود مع اي حاجه تاني، مش موجود مع البايت سولت على سبيل المثال، البايت سولت كل ما تعلى مش قادرين يعملوا كورليشن معاها. حالات اللي بتستخدم على البيويد ريسبتور مش بتعلى، طب ايه اللي بيخلي البايت سولت نفسها تعمل اتشنج؟ زي ما احنا فاكرين، مش قادرين يفسروا، هو بيقولوا ان في ريسبتور تاني مختلف اللي هو اسمه التي جي ار 5 ريسبتور، بيقولوا احتمال يكون هو اللي بيعمل السيميوليشن بالبايت سولت وهي اللي شغاله عليه، لكن مفيش حاجه يعني قادره تثبت الكلام ده. فاحنا عندنا ملاحظات غريبه على البايل صوت لان احنا دايما كنا فاكرين ان هي السبب، لكن قال لك طب ما احنا عندنا عيانين كتير عندهم يعني زي ما بنقول اند ستيج ليفر ديزيز، البايل صوت عاليه خالص فيهم والعيانين دول ما عندهمش اتشنج، ان حتى ما فيش كورليشن ما بين البايل صوت ليفل في البلاد والانتنسيتي بتاعت الاتشنج في العيانين دول. الحاجه الثانيه ان احنا لما بنعمل حتى بعد النيزوبيليار تيوب البايل سولت سيرم ما بتتغيرش، يعني احنا عملنا النيزوبيليار تيوب وشلنا عملنا دايفيرجن كل البايل اللي موجود والبايل سولت ليفل في البلاط ما اتغيرش والعيانين دول ستيل يعني بالرغم ان البرايتس اتحسن لكن البايل سولت ليفل مش متحسن. ان جنرال المانجمنت بتاعت حالات البيشنت اللي جايه بكل ستاتيك اتشنج ان جنرال لما الاقي عيان عنده كل ستاتيك اتشنج انا بدور على ايه؟ النقطه الاولى لازم تتاكد من الدايجنوزس، كونفير
ان الاتشنج ده عشان الكوليستيزيس. يعني ايه كونفيرم ان الاتشنج عشان الكوليستيزيس؟ ان العيان ما عندوش حاجه لوكال، ما عندوش اذر سكين ديزيز، ما عندوش سيستميك ديزيز ثاني يكون هو السبب. النقطه الثانيه اتاكد من الليفر باثولوجي، ايه اللي موجود عندك؟ شخص الليفر باثولوجي الاول، هل عنده برايمري ليليا كولانجايتس؟ هل عنده برايمري سكلوز كولانجايتس؟ هل العيان ده عنده تيرم اوف اوبستراكشن كانسر بنكرياس، عنده سي بي دي ستون؟ ولازم تعالج البرايمري باثولوجي. يعني لو ده برايمري ميليا كولانجايتس اديله الاورس ديوكسيكوليك اسيد، هو المين لاين اوف تريتمنت. انت عندك كوليستيزيس وبريجننسي، يبقى المين لاين اوف تريتمنت في الاتشنج ان انا اعالج الكوز، اعالج الكوز. ما قدرتش اعالج الكوز هنبدا ندور على سيمتوماتيك تريتمنت، يعني اللي احنا هنختص بيه النهارده هو السيمتوماتيك تريتمنت. طب السيمتوماتيك تريتمنت لما يجوا يفكروا فيها هو عايز يدور على ايه؟ زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا ماده موجوده في البايل هي اللي بتصل للانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فانا لو قدرت احوش الماده دي ريموفال اوف ذيس سبستانس يبقى انا ممكن اعالج الاتش. عشان كده اتحط رقم واحد مين؟ الريزين اللي هو الكوليستيرامين والحاجات اللي زيه. بس هي مشكله الكوليستيرامين طعمه مش مستساغ، يعني تضطر تحطه على عصير عشان يعني يبلعه، بيقلل الابزوربشن بتاع ادويه ثاني، بيقلل الابزوربشن بتاع الفيتامين. طب تصل الى حاجه انفيزيف زي ان انا احط النيزوبيليار ادرينيك، يبقى انا كل ده الهدف ان انا احوش الماده اللي هي عامله الاتشنج الموجوده في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، او ان انا احفز الليفر ان هو يعمل اكسكريشن للماده دي زي الريفامبسين، وده دور الريفامبسين في الحالات دي، او ان انا العب على الاتش ريسبتور زي النالتريكزون والسيدكتيف سيروتونين ادري ابتيك انهبيتور. بس مشكله النالتريكزون ان ليه وذرول افكت، يعني انت لو اديته معايا كانك خليته مدمن. الحاجه الاخيره ان انا ممكن اضطر احوشه من السيستميك سيركيوليشن زي استخدام جهاز المارس او الالبيومين دياليسيس، وده يعتبر حاجه من الحاجات الانفيزيف. فهي جايد لاينز في 2017 اللي في البرايمري بيليري كولانجايتس اللي اختصت بالاتشنج قالت لك والله انت حاول تبدا بالريزين بالرغم من المشاكل اللي احنا قلنا عليها. حط النقطه الثانيه الريفامبسين اللي احنا لحد دلوقتي محدش فينا يجرؤ ان هو يدي ريفامبسين لان هو نفسه بيعمل كوليستيزيس في عيان يعني ستيمبوتيك وتيرمينال ستيم. النقطه الثالثه النالتريكزون بالرغم من الجوز درول افكت اللي احنا قلناه لكن ستيل محطوط في الجايد لاينز. النقطه الرابعه اللي هو السيرترالين والسيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز بيقولوا ان احيانا ليها افكت. النقطه الاخيره هي الانفيزيف بروسيدرز اللي احنا اتكلمنا عليها. الانفيزيف بروسيدر قد تصل الى ليفر ترانسبلانتيشن ويتحط من ضمن الانديكيشن في حالات الانتراكتبل بلورايتس، فده واحد من الانفيزيف بروسيدر. طب اذا كنا احنا عارفين دول مين اكتر واحد في دول يعتبر افكتيف؟ اكتر واحد هو بكل الاستاديز هو الريفامبسين، وهو اللي بيقلل الاوتوتاكسين ليفل. يعني هم لما جم يدوروا على الاوتوتاكسين ليفل لقيوا مين في دول اللي بيقللوا؟ لقيوا الريفامبسين. يعتبر عشان كده هو ستيل واحد من يعتبر الافكتيف تريتمنت اكتر من كل اللي فاتوا. لكن لسه في اسئله حضرتك محدش قادر يجاوب عليها. طب هو الاوتوتاكسين ده جه منين اصلا؟ ايه اللي بيخليه يعلى في الحالات دي؟ طب انا لو اديت حاجه تقفل الاوتوتاكسين او تاثر عليه او تاثر على الريسبتورز هل ده ممكن يفيد؟ بدا يدوروا على ادويه جديده بتستخدم على الايريال بايل اسيد ترانسبورتر انهبيتور، ومن هنا جت الادويه الجديده اللي دكتوره اسراء هتكلمكم عنها النهارده. دي كانت مقدمه وهنبدا معاها